السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي إخواني، مرحبا بكم بشيوات ليلى وسلمى العميرية، ومرحبا بكم كذلك في مدينة تونس وفي النواحي ديالها. مرحبا بكم في المنطقة ديالنا، ديال الجبال ولا الجبلية، كل واحد وكيفاش تسميها. مرحبا بكم. اللي معروفة بأشجار الزيتون، أشجار التين، أشجار الخروب، وكذلك بسد الوحدة. ومرحبا بكم. وبالأعشاب كالزعتر، يزير، الفليو، السلمية، تبارك الله كل شيء موجود. ومرحبا بكم. هذا هو الفران ديالنا ديال العواد. ضروري حنا ماشي نصوبو، ضروري هاد الخبز ديال العواد تيجي زوين وتيجي غزال. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور. إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله، كتاب الله للأرواح نور. تبارك مودع البركات فيه، فليس لفضله أبدا قصور. فمن بركاته عقل سليم، ورأي صائب، فكر منير. ورأي صائب، ورأي صائب، فكر منير. فيا من أقبلوا للحفظ بشرى، فإن السعي منكم لا يبور. تنيتم من ثمار الحسن حسنا، وأقبلت العطايا والأجور. وأقبلت العطايا والأجور. كتاب الله للأرواح.
تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله كتاب الله للأرواح نور بيوت قبله كانت قبورا فأحياها وكان به النشور تنزلت السكينة في رباها وأمطرها من الرحمات نور وأمطرها من الرحمات نور فللقرآن فلنبذل ونسعى فغيث الفضل هاتان غزير نعيم في الحياة ومكرمات وفي الأخرى إلى الخلد المصير وفي الأخرى إلى الخلد المصير كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله كتاب الله للأرواح مودع البركات فيه فليس لفضله أبدا قصور فمن بركاته عقل سليم ورأي صائب فكر منير ورأي صائب فكر منير فيا من أقبلوا للحفظ بشرى فإن السعي منكم لا يبور جنيتم من ثمار الحسن حسنا وأقبلت العطايا والأجور وأقبلت العطايا والأجور السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله كتاب الله للأرواح نور بيوت قبله كانت قبورا فأحياها وكان به النشور تنزلت السكينة في رباها وأمطرت